صباح الخير لكم مشاهدينا من وين ما كنتوا عم تتابعونا من لبنان ومن الخارج. مثل كل نهار تنين متمنى لكم بداية أسبوع حلوة كلها نشاط وفرح، وإن شاء الله يكون أسبوعكم كله موفق. معنا اليوم بفقرة إيت سمارت اختصاصية التغذية رندا فهد. اليوم مثل كل نهار تنين كمان عنا سؤال من المشاهدين، عنا خبرية أو دراسة جديدة رح تطلع علينا رندا فهد، وكمان عنا الموضوع الأساسي اللي رح نحكي فيه وهو الحرقة، هالمشكلة يلي بيعاني منها كثير من الأشخاص. صباح الخير صباح رندا. النور. كيف مبلش الأسبوع؟ بده يبلش كثير بنشاط أكيد، وخلص يعني منوعة، كل يوم هو نهار جديد، وخلي يكون نهار مبارك لكل العالم. اليوم بدي أذكركم دايما تابعوني بنشاط على الفيسبوك، تحطوا RDF، تحطوا لايك تكونوا عم تتابعوني، أو على الإنستغرام رندا دنيا فهد. دايما رح كون عم جاوب أسئلتكم مثل ما عم تنتبهوا، وبختار سؤال بجاوبه على الهواء نهار التنين. اليوم سؤالنا سؤال متداول لكل العالم بتضلها تسأله، دايما بنحكي عنه، هو عن خل التفاح. هل خل التفاح بيوطي الكوليسترول؟ هل هو بيوطي تريجسراد أو هو بضعف؟ هلأ ليش رجعت قررت ارجع احكي عن هالموضوع؟ لأنه هذا الموضوع اليوم جوابي من دراسة حديثة لبنانية، وهيدي الدراسة اللبنانية كتبت بأرتيكلز أجنبية، فهيدا كمان كان فخر لإلنا. نعمل الدراسة على خل التفاح على أشخاص، 120 شخص بلبنان، وكانوا عم ينعطوا على فترة معينة على أسابيع معينة، بقسمون، في ناس أخذوا 5 مليليتر يعني ملعقة صغيرة بالنهار، في ناس 10، في ناس 15، 15 هي الملعقة الكبيرة من خل التفاح، وكمان في عالم أكيد كانوا عم يعطوهم شيء تاني هو منه خل التفاح، هيدا اسمه البلاسيبو. اتخذ خل التفاح هيك لوحده يعني بلا شيء؟ هلا هو خل التفاح هون كان عم يتاخذ، وهذا سؤال كثير مهم لأنه هذا اللي أنا بدي أرجع أقول لهم إياه للعالم. هو هون كانت عندك دراسة اللي انجبرت تكون عم تعطيهم حتى يكونوا عم يكونوا كثير دقيقين بالكمية. هلا شو طلع بالنتيجة؟ وهلا بقول بنقول كيف بده يتاخذ. سو بنتيجة هالدراسة تبينت صار في تحسن بعد ما تاخذ الميجرمنتس تبع العالم، تحسن كان شوية القاس بالوزن، نقص الوزن شوي، تأثر الفات بطريقة إيجابية، الدهنيات، منطقة اللي بتزين هي الخصر وبتقسمها على الأوراق كمان خفت شوي خلال 12 أسبوع، فإذا تبين هون. وطبعا كل ما كان أكثر تناول خل التفاح كل ما كان بفرق كثير بسيط كان عندنا إيجابيات أكثر. هلا وقت يكون عندك هالإيجابيات بهالمرحلة، لكن أنت إذا عم تعملي فحص الدم بطبيعة الحال هيدا الشيء رح يكون عم يبين تخفيف للترايجلسيرايد، للكوليسترول ولا السكر كمان. يعني هو فات بيرنر طلع؟ ما رح نقول له فات بيرنر، بس هو رح يشتغل بالاشياء اللي بنقول لها الميتابوليزم تبع الجسم. أوكي. كيف الجسم عم يشتغل ليحرق وليتعامل مع الاكل، بيساعد يعني على الحرق بشكل اسرع وافضل 100%. هلا شغلتين بدي اقولهم، مش يعني اذا انا باكل كل شيء وباكل كثير وباخذ خل التفاح يمكن اضعف او رح ما يقعد معي سكري او كوليسترول، هو بيساعد بطريقه كثير بسيطه مع نحن الاكل الكثير صحي اللي عم نتبعه، اللي في ناس عندهم ادويه لازم يكونوا عم ياخذوها. الشغله الثانيه، بليز ما بدي تمسكوا ملعقه خل التفاح وتاخذوها ولا على الريق، ما ضروري تكون هي على الريق او الظهر او على شيء، هي نفس المفعول مزبوط. واذا اخذتها دغري او اذا انا حطيت صحن السلد الصغير وزدت له هالملعقه واخذتها رح تكون كمان عم تنفعني. هلا بدراسات قبل لورا كان كمان عم نحكي انه هي لمريض السكري بالتحديد هي بتنفع اذا تناولتيها مع النشويات، يعني هي رح تنفع اذا عندي راس بطاطا اما رز وحطيت حده خل التفاح او معه او مع السلد اللي حده، بينما اذا اكل قطعه لحمه وحطيت فيها سلد مع خل التفاح ما رح تاثر على السكر، هون تاثير بس على السكر. أوكي. بس هي الدراسه اليوم انعملت لكن على كيف عم يشتغل خل التفاح بالجسم، ومظبوط بينت انه عم يشتغل بطريقه ايجابيه فعاله. عن شو خبريتنا لليوم؟ هلا خبريتنا لليوم كمان اللي بنحكي كثير على البروتينات، وبروتينات بضمن ماكولات اللي هي انتم لازم تاكلوا بنهاركم،
بروتين مثل ما انتم كمان لازم تاكلوا نشا دائما بعيده، ولازم تاكلوا دهنيات جيده، يعني هو بده يكون ضمن الاكل المعتدل، الاكل اللي هو بيتضمن من كل المواد الصحيه. بتعرفي انه هلا كثير الدراسات هل نحن رح ناكل اكثر بروتين نباتي اما بروتين حيواني، واي هو الافضل، واي هو الافضل للكوليسترول، وكثير عم تطلع خبريه البروتين النباتي بمقارنة بالنبات بالبروتين الحيواني. هلا اليوم الخبرية عن شيء اسمه مايكوبروتين، وهيدي المادة هي موجودة بالفطريات، فالمايكوبروتين هن موجودين بالفطريات، يعني بالمشروم اللي نحن او الفطر اللي نحن بناكله. وكمان هون عملت دراسة لبأس بها ككبر، وتبين انه الاشخاص اللي هن عطوهم أكل وبدلوا فيه البروتين اللي هو جاي هون بالتحديد كان من اللحمة والمفاجئ من السمك، يعني بدل البروتين والسمك كانوا عم يعطوهم البروتين اللي هو جاي من الفطر، والكمية اللي كانت عم تتعطى للعالم حسب حاجة كل شخص. وعن بهيدي الدراسة كانوا عم يشوفوا هالأشخاص شو عم يأكلوا بخلال نهارهم، لأنه كان كمان عطينهم أكل بده يكون الأكل الصحي، وكانوا الأكل العادي، يعني الأكل العادي الصحي، وبس اللي هو استبدال نوع البروتين. نعم. هلا طلع عنا هون وقت أخذوا لهم فحوصات الدم، تبين إنه هول اللي أخذوا الفطريات كان عندهم نسبة الكوليسترول بعد فترة قلت بنسبة 10%، وهذا الشيء كثير مهم هون. هلا نحن كمان هون اللي بدنا نقوله، بس هيدي الدراسة ليش عمل هالمفعول الفطريات؟ لأنه من نوع البروتين اللي هو موجود فيها من مي، ولكن ما ننسى كمان بالفطريات في عنا الفطر اللي بناخده، في عنا الألياف، فالألياف هي كمان من الأشياء اللي هي عندها شيء إيجابي بأنها هي تقلل الكوليسترول. هلا هاي انتبهوا، دراسة محددة، ما انعملت على فترات كثير طويله، ما انعملت على كميات كثير كبيره وعلى كل الانظمه الغذائيه 100%، على فرد نظام غذائي انعملت اكزاكتلي. واذا نحن عم نحكي على وجود الالياف، لكن اذا الشخص الثاني اكل السمكه اللي هي فيها الاوميجا 3 وحد الياف هن من الخضره مثلا او شويه من البقوليات، فكمان هون هالشخص اخذ الياف. فانا مش عم قول انه نعتمد هالطريقه بدل هالطريقه، نحن عم نحكي عن دراسات عم تطلع وكيف الانسان فيكون عم ينوع باكله، وانا هيدي اذا بدي وصل مسج انه ليه ما دائما بننوع بالاكل، وعم نشوف انه اي هو الاكل اللي هو صحي اللي فينا ننوع فيه بيكون عم يحافظ على جسمنا وهون على الكوليسترول. اكيد، وبنكون كمان ما عم نخسر من القيمه الغذائيه تبع المكونات يلي عم نتناولها. طبعا بدنا نحكي عن الحرقه، موضوع يعني كيف ما نروح ونجي بنلاقي ناس يا عم ياخذوا حمايه للمعده كرمال الحرقه، يا عندهم عم بيعانوا من هالمشكله يا من زمان او عن جديد باردون لورا، او هلا بشهر رمضان يعني اكثر واكثر بالزيت، خصوصا يعني وقت يكون في صوم، وقت يكون في يعني عم يتغير هالعادات تبع الجسم، عم بتزيد مشكله الحرق. اول شيء شو سببها بيكون وليش بوقت يكون في تغيير بتزيد؟ هلا سببها هي الحرقه، نحن بنعرف نحن وقت ناكل اكل بده يدخل من تمنا ينزل على المريء، وهنيك في عنا فتحه زغطوره بتفتح لينزل الاكل على المعده. هلا اللي بيصير في كثير اوقات انه هالفتحه بترجع بتفتح وبيصير عنا بيطلع ارتداد للاكل من المعده للمريء، وهذا هو اللي بيسبب هيدي الحرقه اللي عم نحكي عنها. هلا في ناس تمرق عندهم حرقه يعني مثل ما بيقولوا مره بهالزمان منا مشكله، بس اللي عم تصير معه على طول وخصوصا بهالفترات بده يكون عم ينتبه. هلا انا هون بدي احكي، طيب نحن بالاكل شو علينا نعمل؟ لورا في عندك اول شيء عادات اكل مثل ما قلتي هي اللي معقول تؤدي لهي الحرق، اذا كان معرض هيدا السفنكتر بنقول له اما هيدا المريء انه يكون عم تفتح هالفتحه. منها انه انت عم تاكلي كميات كبيره من الاكل على وقعه وحده. نعم. هيدا اذا بلشنا بهيك هيدا اوكي، ساعتها هون نحن لانه عم نغير هالعاده عم ناكل كثير على وقعه وحده، على وقعه وحده بيكون عندنا هيدا التغيير. رح نفوت بتفاصيل اضافيه بس من بعد هيدا الوقفه السريعه. اكيد.
منتابع فقرة إيت سمارت مع رندا فهد. عم نحكي عن الحرقة، لكن حكينا عن الأسباب يلي ممكن تؤدي للحرقة يلي هي منا مرض مزمن ملاحق الشخص. مزبوط. يلي هي ممكن تكون أوكازيونال يعني 100%. هلا لا، فإذا نحن عم نحكي علينا نشوف كيف نحن لحالنا فينا نكون بطريقة الأكل نكون عم نعالج هيدا الشيء، فلنعرف هيك بدنا نعرف شو هن الأكلات اللي بيضروا. فقبل ما بلش بأكل هي عم ضر، لكن مثل ما قلت هي كمية الأكل، ومشان هيك من احد الاشياء اللي نحن بهيدا بشهر رمضان المبارك بنقول نحن بدنا الافطار، بدنا نفطر نريح. يعني في ناس بيريحوا بعد ما يكونوا اخذوا هالشوربه مع هالتمره مثلا، يكونوا عم بيريحوا شي ربع ساعه، في منهم بيتمشوا بيعملوا رياضه، في منهم بيصلوا، وبعدين بيرجعوا بياكلوا، فبيكون ارتاح الجسم وساعتها كميه الاكل بتكون كميه محدده. ومن بعدها دائما نحن بنعرف انه هيدي منا الوقعه الوحيده رح تكون طبعا. يعني من بعدها نحن فينا نرجع ناكل وقعه ثانيه، يمكن على الساعه 11، من بعدها يمكن نحن نرجع يكون في عندنا السحور. فاذا نحن اهم شيء هون نكون عم نقسم اكلنا، يعني ما نفاجئ المعده بكميات اكل كبيره، ما رح بقى تستوعب يمكن قد ايه عم بفوت كميات. 100%. وحتى الصيام اللي انت بتصومي فيه للساعه 12، اما الصيام اللي بتصومي فيه للساعه 2، اما 3، دائما بدك تكوني عم تحضري المعده قبل ما انت تكوني. طب ممكن يكون عم بلش بالقهوه؟ هلا رح روح لقبل القهوه، لانه القهوه لورا هي شيء عليها علامه استفهام، في عالم بتزيد الحرقه عنه، في عالم ما بتزيد لون الحرقه. صح. بس هو معروف بالاجمال هي كقهوه بحد ذاتها، والدخان بحد ذاته، والكحول بحد ذاتها، هول هن من مسببين للحرقه، فهي بحد ذاتها من الاشياء اللي هي مسببه للحرقه اذا شخص كان عنده تعرض لهالشيء. هلا من ناحية تانية كمان قبل ما فوت بتفاصيل شو هي الأكل وشو بدنا نعمل، عندك الأكل أوقات واحد بيجي بيقول لي رندا يمكن الحامض هو اللي عم يعمل حرقة. بس قبل الحامض هي الأشياء اللي المعدة ما عم تهضمها. إذا أنتم بدكم تذكروا إذا المعدة ما هضمت الأكل شو صار عنا؟ فتح هيدا عرفتي هالأكلات صاروا عم يضغطوا عليه من تحت من المعدة، عم يضغطوا على هيدي الفتحة، فهيدي الفتحة بتكون رخي بتفتح وبيطلع الأكل لفوق. فإذا نحن غير إنه ما ناكل كمية كبيرة بدنا ناكل أكل نقدر نهضمه، فإذا جيتي أنت أكلتي الأكل اللي هو كتير فيه مقالة هذا الشيء كمان ما رح يتهضم بسرعة. إذا أكلنا أكل بنقول له الفاست فود، إذا أكلنا أكل اللي هو دسم جبنا القلية باللحمة، هلأ عم فكر، اما اكلنا الاجبان الدسمه بدي ارجع من هون لاحكي على البيتزا اللي هي العجينه تبعولها مش دغري بتنهضم، خصوصا انه محطوطه عليها الاجبان اللي هي بتبقى دسمه. فاذا هون وقت عم باكل انا الفات، فاذا قبل ما نحكي عن الحامض الى اخره بدي احكي عن الدهن. الدهن يعني بعد بسبب انه المعروف انه الحامض هو السبب الاساسي، فاذا هون اللي بدي اقوله هو اللي ما عم تهضميه هو السبب الاساسي. فاذا هول هن الاساسيات. رح روح لتاني شيء مثلا بنحكي عن رب البندوره، فاذا رب البندوره لانه البندوره كثير مركزه فيه صار عندنا كثير هون اسيد، بينما انه انت تاخذي شقفه بندوره بقلب السلطه او محطوطه بالاكلات ما رح تكون عم بتضايق. برجع من هون بحكي على كثرة الحامض، مثل الأشخاص اللي بيقولوا أنا باخذ ملعقة حامض على الريق، أو هلا حكينا عن الخل، أما بكتر كثير حامض، أما بشرب ليموناضة، هذا الشيء رح يكون عم يضايق. بينما بمقابله إذا أنا جبت كباية مي فاترة شوي حطيت بقلبها ملعقة حامض، يمكن نقطة عسل صغيرة لسير عم بقبلها، هون بتحول الموضع المعدة لموضع غير أسيدي. زين هيدي شوية الحامض وقتها اللي هي أسيدية بتفوت على المعدة وبتحوله لموضع غير أسيدي. فإذا هون بدنا ننتبه، شو عم تنتبهي لورا؟ الكميات، راس بندورة إز أوكي، رب البندورة صار كتار، ملعقة حامض بقلب المي هي رح تساعد، الليموناضة والحامض كتير هي اللي رح تأذي هون. من الأشياء اللي بتأذي هو النعنع والبيبرمنت، بليز ما بدي أعمل سخن اللي هو نعنع. بس هيدول نحن عم نحكي يعني ايش ننتبه منها بالوقت يلي حاسين بالحرقه، ولا بريفنشن اذا نحن عارفين حالنا انه معقول؟ هول اكيد بريفنشن، لانه هول انت شخص بس انا بالوقت يلي حاسه بالحرقه. بدنا نرحب اول شيء بتلاميذ ليسي نهر ابراهيم يلي معنا اليوم بالستوديو، اهلا وسهلا فيكم. خصوصي شاربي، خصوصي شاربي. هاي هلو هاي هاي نورا.
كثير مهضومين وكثير يعني نحن على طول بنرحب بالاشخاص اللي بحبوا يجوا يشوفوا هالاكسبيرينس هون بالاستوديو. انا كمان بدي اقول لهم هاي، ما بعرف اذا صوتي مفتوح، انا بدي اقول لهم هاي، وبدي اقول انه هيدي مدرسه اولادي ودائما بيعملوا اكتيفيتيز هيك اوت اوف ذا بوكس، وانه اليوم جايين تيزورونا تيتعلموا اكثر عن الميديا، ما هيك شربي؟ وهيدا من خي لكن لا في وقت لكن رح نرجع نكون معهم بعد شوي تنتابع مع رندا. عم نحكي كنا عن الحرقة، عن البريفنشن يلي بدنا نعملها. في كتير اشياء نحن كنا بناكلها يعني بشكل عشوائي، مثل الحلو، مثل الاشياء يعني الصودا، السوفت درينك، هول الاشياء كمان ممكن يكون عم يعملها اكيد. فعم نحكي هون على بعدنا الكربونيتد، اما كل المشروب اللي هو غازي فيكون عم يضايق. ليش عم نقول الحلو؟ وقت عم نحكي حلو العربي مثلا، او الحلو الثاني اللي حاطه فيه كريمات، اما الحلو العربي اللي حاطه فيه سمنه، عم برجع بقول انه هون هيدا الدهن اللي فيه نحن ما قدرنا. فاذا كل مره هي اكثر دهن. دهن هي، انا برجع بقول للمعده ما قدرت تهضمه هالقد هي، فاذا والدهن لتهضميه بتاخذ كثير وقت اكثر من لنقول السكر. مش يعني عم اقول السكر منيح، بس عم نحكي على هالشيء بالتحديد. هلا في عندنا كمان من الاشياء الضيقه اللي عم بحكي عن النعنع والبيبرمنت، لانه العالم ما بتنتبه لها، واوقات العالم اذا متضايقه فيها تعمل فنجان نعنع. فهيدي كمان بدي انت اقول لكم ما تعملوها. وبضل عندي كمان شيء من الاشياء الضيق هو الشوكولا هون. هلا كنت عم تقولي لي بريفنشن، اما لا لورا انت او انا فينا نعرف حالنا اذا نحن اشخاص معرضين ليكون عندنا حرقه، وشو الاصناف يلي بتعرضنا كمان. في ناس ما شو ما اكلت ماشي حالها، فهون نحن ما عم نتوجه للاشخاص، عم نتوجه للاشخاص اللي هن بيعانوا من هالموضوع. فاذا انت بتعاني من هالموضوع اكيد بدك تعملي بريفنشن. يعني طب ما انت صار معك حرقه هلا، بتقرري انه انا ما راح اكل هلا الدهن، ما انت اكلتي وصار معك حرقه. طب تنقول انا صار معي الحرقه، قبل ما ننهي موضوعنا على السريع، شو بدي اعمل تارتاح؟ بدي ما اكل بدي ما اكل بدي اكل ما في شيء معين مثلا بقدر اكله يكون عم بهم عم هدي معدتي. متى ما صارت الحرقه كل ما بتاكلي كل ما هيدا بدك تاخذي حبه الدواء ساعتها. واهم شيء هون اكيد ما تكوني عم تتلقحي بعد الاكل ويطلع الاكل لفوق، يعني مش هيك بنقول تاكلوا قبل فتره كبيره من النوم، وحتى ناب بعد الظهر. فاذا نحن ما بدنا نكون عم ناكل ونكون عم نتلقح. شكرا كثير رندا فهد، رح نشوفك بحلقه جديده خلال هيدا الاسبوع. نهار السبت انا لا رد، بناخذ وقفه وبنرجع. مع تقدمنا بالسن تنتشر خلايا الشيخوخة بسرعة أكبر. هايلورون أكتيف بي 3 المركز بالهايلورونيك أسيد والنياسيناميد بيبطئ انتشار خلايا الشيخوخة وبيعزز عمر الخلايا للحصول على بشرة مشدودة وتجاعيد أقل. هايلورون أكتيف بي 3 من لابوراتوار ديرماتولوجيك أفان، الرقم الأول في الصيدليات. كان لبنان نصين، أول نص سوريين ناسحين، وتاني نص لبنانية عم بيهاجروا.